معنا من العريش مراسل الحدث أحمد عثمان. أحمد أهلا بك معنا، أي تطور أو جديد تحمله لنا هذه الدقائق؟ يعني فيما يتعلق بالمشهد الميداني في العريش فلم يتغير كما أقف منذ الصباح، الحافلات تبدو متكدسة من خلفي، هذه الحافلات التي يعني أرى البعض بأن أعدادها تجاوزت أو أن أعدادها تجاوزت 160، والتي كان يراهن كثيرون بأن اليوم سيكون يوما انطلاقها بالفعل إلى المعبر كما كان محددا منذ اليوم الأول لهذه الحرب، ولكن جاءت التصريحات التي خرجت من إسرائيل وتحديدا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخيبة لأمال الكثيرين من الذين يعملون في قطاعات الجمعيات الخيرية والذين كانوا قد بلغوا بأن أغلب الظن بأن سيكون هناك التحرك في 8 صباحا كما أخطرنا جميعا لتصل الحافلات إلى المعبر في 9 صباحا، هذا الموعد الذي كان قد حدد بأنه سيكون بداية لعدد من الأمور، دخول الحافلات، استقبال الرعاية من الأجانب، بدء تنفيذ هدنة لمدة 5 ساعات، كل هذه الأمور واضح أنها تلاشت عقب التصريحات الأخيرة. فيما يتعلق بالتصريحات، يعني إذا كان البعض يتحدث من الجانب الإسرائيلي بأنها بسبب انقسامات أو تجاذبات في الحكومة، مصر حتى الآن لم تخرج بأي تعقيب سواء رسمي أو من حيث المصادر إلا أشارت إلى تعثر هذه الخطوة أو تأجيلها. هذا الموضوع منذ بدايته كان يتم الاعتماد عليه ليس وفقا للبيانات الرسمية لعدم الإحراج ولكن وفقا للمصادر، حتى هذه المصادر التي تحدثت بالفعل بأنه كان هناك عرقلة وتعنت من الجانب الإسرائيلي، ولكن الساعات الأخيرة بس بنوع من التدخلات سواء من خلال المحادثات التي كانت تتم ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو من خلال الجولة التي قام بها أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، كان هناك ضغوطات لإقناع إسرائيل بأن يكون هناك فتح لهذه للمعبر، لأن يكون هناك دخول للمعونات، لأن يكون بداية لممرات آمنة، لأن يكون هناك فصل ما بين العملية العسكرية وفكرة عدم إيذاء أو تعرض المدنيين، ولكن هذا النفي الذي خرج منذ أكثر من ساعة سواء فيما يتعلق بمكتب الرئيس الوزراء الإسرائيلي أو حتى دخول بعض قادة حماس على الخط والذين نفوا وجود هذه التفاهمات، كل هذه الأمور تشير إلى أن الملف ما زال مطروحا من خلال مشاورات ولقاءات سواء مباشرة أو عبر وسطاء، لأن يكون هناك يعني ربما تأجيل لهذه الخطوة ولكن عدم إلغائها بشكل كامل، وهنا الجميع ينتظر، الحافلات تنتظر إذا سيكون هناك تحديد موعد جديد لدخول الحافلات. مصر كانت قد حددت منذ ظهر السبت وبشكل مكثف عبر منصاتها ووسائل الإعلام التابعة الرسمية لها بأن هناك كان هناك اشتراطا مصريا بأن فتح المعبر سيكون لاستقبال الأجانب، ولكنه أيضا بالتوازي مع ذلك سيكون هناك هذا الفتح مرتبطا ب دخول تدفقات المعونات التي تقف من خلف هذه الحافلات لمساعدة الأبناء القطاع الذين يعانون من وضع إنساني مأساوي سواء فيما يتعلق بالغذاء أو فيما يتعلق بالدواء. هل تم التأكد إن كان من بين الرعايا الأجانب إن فتح معبر رفح من بينهم فلسطينيون جرحى أحمد؟ حتى هذه الآن هذه النقطة ليست واضحة، يعني من المعروف بأن من يقفون على الجانب الآخر والذين سمح لهم بالتوجه والدخول هم من الأجانب الذين يحملون الجنسية المزدوجة أو أغلبهم من يحملون الجنسيات المزدوجة وأغلبهم هم من الأمريكيين. فكرة وجود مصابين منتظرين في الجانب الفلسطيني للعبور ليست واضحة بالنسبة لي، وإن كان يعني هناك من يرى بأن هناك حالات استنفار في مدن شمال سيناء وتحديدا في العريش حيث تشهد المستشفيات الكبيرة منذ بداية الأزمة. اليوم هناك جولة لوزير الصحة المصري إلى مدينة العريش بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح، وزير الصحة جاء إلى العريش بناء على تكليف من وزير عبد الفتاح السيسي ويقوم بجولة. البعض يرى بأن هذه الجولة توقيتها الآن قد تكون رسالة بأنه قد يكون هناك استقبال لمصابين وتجهيز المستشفيات المصرية وتحديدا في شمال سيناء لاستقبال أي من المصابين إذا سمح لهم بالعبور والدخول إلى شمال سيناء وإلى العريش تحديدا. هل صدرت أي تصريحات للحكومة المصرية عقب تصريحات إسرائيل وحماس بخصوص هذه الاتفاقية، ويعني لا توجد هدنة ولا يوجد اتفاق،
وهو طبعا تم برعاية مصرية أمريكية إسرائيلية. نعم، حتى الآن لم تخرج أي تصريحات. هو كما ذكرت لك أن الحديث حول هذا الاتفاق هو تم الحديث، يعني لم يكن هناك إعلان رسمي به، هو تم تسريب كثير من عناوينه إلى وسائل الإعلام المختلفة. كان هناك يعني بحسب ما علمنا بأنه كان هناك شبه اتفاق، ولكن التصريحات الأخيرة التي أتت من إسرائيل ومن أيضا قيادات حماس والتي نفت فيها وجود هذه التفاهمات لم تخرج من القاهرة أي رد فعل رسمي. كان هناك رهان بأن يكون هناك تنسيق وبدء لهذه العملية، عملية دخول الحافلات في 9 صباحا، ولكن لم تتحرك الحافلات منذ البداية. نحن نقف منذ 8 صباحا، منذ أكثر من 3 ساعات، ولكن هذه الحافلات لم تتحرك من مكانها في انتظار أن يكون هناك تعليمات بتحركها لدخولها إلى القطاع. طيب، إن لم تصدر تعليمات بدخولها إلى القطاع، إلى متى ستبقى مستعدة؟ بمعنى سائقو الشاحنات سيبقون في وضع الاستعداد قرب معبر رفح وتحديدا في العريش؟ نعم، بالفعل هذه المعطيات، هذه هي أحدث المعطيات تؤكد أن هذا المشهد مستمر. هذه الحافلات ستستمر في الانتظار حتى يتم الإعلان عن النجاح في الوصول إلى معادلة أو صيغة جديدة ما بين إسرائيل ومصر. وبالتأكيد سيكون هناك نوع للدور أمريكي للتنسيق للوصول إلى هذه النقطة. لا أحد يستطيع أن يحدد ما هي أسباب هذه العراقيل. البعض يتحدث عن عراقيل لوجستية، البعض يتحدث كما ذكرت لك عن تجاذبات وانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، البعض يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك تفتيش. يعني علما أن معبر رفح هو معبر بري في الأساس، وأن المعابر البضائع تتم عن معبر أبو سالم في جانب الآخر، لكن الوضع الإنساني الآن يتحتم أن يكون هناك دخول لهذه القوافل التي تحمل مواد طبية وغذائية. طيب، ليس هناك مجال لدخول أي شيء آخر، هي بطاطين ومواد غذائية وطبية، وبالتالي بقاؤها منتظر، يعني منتظر وصول اتفاق لأن يتم دخولها إلى القطاع. طيب، في حال تأجل الاتفاق، بحسب ما يتحدث من هم مشرفون على هذه المساعدات من حيث أنت من العريش، يتحدثون عن أي مدة زمنية يمكن لهذه المواد الغذائية والطبية أن تبقى داخل الشاحنات لتكون صالحة للاستخدام البشري؟ سؤال هام، نقطة هام جدا، يعني كنت أحاول أن أتحدث عنها قبل الهواء، لا توجد إجابات واضحة، ولكنها بالتأكيد البعض يتحدث بأن هذه المواد لها مدة صلاحية بالتأكيد معينة لا تستطيع أن تنتظر طويلا. إذا كنا نتحدث، نحن الآن في اليوم التاسع للحرب في غزة، فلا أحد يستطيع أن يتكهن إلى أي مدى، وبالتالي هذه هي من ضمن الأسباب التي تدعو إلى الضغط لمسألة دخول هذه المساعدات. المساعدات لم تتوقف، سواء فيما تتعلق بالجمعيات الأهلية المصرية، كان هناك حملات للتبرع بالدم في القاهرة وغيرها، وأيضا هناك العديد من الحملات التي جاءت من عدد من الدول أغلبها عربية وأيضا من تركيا إلى مطار العريش. العديد من الطائرات حملت الأطنان من المساعدات، ولكن فكرة فعلا أن يعني فترة بقاء هذه المساعدات وكيفية دخولها هو السؤال أهم الذي يتم نقاشه الآن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.